سؤال حلقتنا النهارده لجماهير النادي الاهلي، مطلوب من حضراتكم بس بمنتهى البساطه توجهوا كلمه لنجوم الفريق قبل نهائي الافريقي. اعتقد ان كل رسائل الدعم اللي حصل على السوشيال ميديا النهارده بتاكد انه في ملايين واقفه في ظهر النادي الاهلي طبعا في مباراه النهارده. خليني اقول لحضراتكم سريعا جدا، بما انه احنا على بعد يمكن ساعات بسيطه من بدايه المباراه، انه نتيجه اختيارات حضراتكم طبعا لافضل ثلاث لاعبين في مباراه الاهلي الاخيره في الدوري كانت لصالح نسر الجزيره القادم بقوه اللي بيقدم موسم على اعلى مستوى الحقيقه، محمد شريف. كان سعيد الحظ وفاز بالمركز الاول طبعا في اختيارات جمهور النادي الاهلي، ووراه على طول كانت المنافسه مع محمد مجدي قفشه اللي قدر انه يحسم المركز الثاني لصالحه ويضيف لرصيده نقطتين. المركز الثالث كان عليه منافسه عنيفه جدا بين عمرو السوليه وما بين علي معلول وما بين حسين الشحات، لكن قدر السوليه انه في النهايه يحسم السباق لصالحه ويضيف لرصيده نقطه في جدول الترتيب العام. تعالوا نروح المغرب ونتعرف اكتر على كواليس ما قبل المباراه بساعات بسيطه. خليني اقول لكم الجدول سريعا، يمكن النتيجه دي الثلاث اختياراتكم في ماتش المقصه ما غيرش كتير في الترتيب. اليو ديانج في المركز الاول برصيد 31، الشناوي برصيد 28 في المركز الثاني، محمد شريف بيقرب شويتين وبيرفع رصيده 23 نقطه في المركز الثالث، قفشه في المركز الرابع برصيد 21، اكرم توفيق في الخامس برصيد 18، وبدر بنون 16، ايمن اشرف 11 نقطة. فاصل ونروح المغرب نعرف أخبار فرقة النادي الأهلي إيه، ونرجع لحضراتكم على طول بعد هذا الفاصل.